السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازلنا متواصلين مع سلسلة الفيديوهات تاع الخاصة بالتعبير الكتابي لتلاميذ سنة خمسة ابتدائي، يعني على الكوارث الطبيعية لمعنى الحريق اللي هو لانسوندي، يعني تعبير أقصر منه ما كاش. أنا نحاول أني نقصر لكم بقدر الإمكان لأني نعرف مستوى تاع تلاميذ سنة خمسة ابتدائي، وأحسن ما أني نطوله وتحفظوا نصه، ولا ما تحفظوش ديروا قصير وتحفظوه كامل أحسن. نبدأ مباشرة على بركة الله. لانسوندي إيتين كاتاستروف ناتشورال، قلنا في كل الكوارث الطبيعية نكتبوا هذه إيتين كاتاستروف ناتشورال. كوزي باغ لو فو، تحدث بسبب ولا تسبب على جال لو فو اللي هو النار، تحدث بسبب النار. لانسوندي ديتخوي لي فوغي اي لي زانيمو، يعني تدمر الحرائق هذه تدمر الغابات، يعني تقضي عليها كما نقولوا، اي لي زانيمو حتى الحيوانات. كاين حيوانات اللي تموت في الغابات وكامل كي تنحرق تموت معها الحيوانات، مثل ما شفنا العام الماضي في الحرائق تاع تيزي وزو. لي بومبي اي لي ميدسان، يعني رجال الاطفاء والاطباء، انترفيان يعني يتدخلون. علاش؟ بور سوفي، دائما بعد بور الفيرب في الانفينيتيف، بور سوفي لي فيكتيم، يعني رجال الاطفاء والاطباء يتدخلون من اجل انقاذ المرضى. هذا هو التعبير، وسهل بزاف وبسيط، وفيه تقريبا المصطلحات اللازمه. يعني درنا هنايا تعريف تاع الحريق، يعني وذكرنا الحيوانات اللي تتاثر والغابات، وذكرنا انه يعني واش لازم يصرى بعد الحريق، لازم تتدخل للحماية المدنية، رجال الإطفاء عفوا مع الأطباء، نعم هما مع الأطباء لازم يتدخلوا من أجل إنقاذ الضحايا. نعود نقراوها مع بعض. لانسوندي، لانسوندي إيتين كاتاستروف ناتشورال كوزي باغ لو فو، لانسوندي ديتخوي لي فوغي إي لي زانيمو، لي بومبي إي لي ميدسان أنترفيان بور سوفي لي فيكتيم. هذا هو موضوع تاعنا نهار اليوم، نتمنى انه يعجبكم، وما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك والاعجاب لتعم الفائدة. مع السلامة.